ماتش اليوم عملت ماتش كبير بقى. ماتش اليوم هذاك قبل ما لعبت تشيك عليك. اي قبل قبل فوزي اي. وقتها بداوا عطيت سمعتهم انت كسيون باهية في البوست هذيك. وقتها كي لعبت هذاك الماتش هذاك مع سينيور لوكلوي وقتها العباد بدات تسال عليا بدات تتبع فيا بشوية بشوية خرج خرج كلام مع الميلان وقتها اسامه، شنو هي الحكايه هذيك صحيحه ولا تفكرها وقتها؟ هذيك اي فما برشا في بالهم معناها ميلان الكبار، وهي وقتها كان الاكيب الثانيه نتاع ميلان، معناها تمشي صح في ميلان ما تلعب في الاكيب الثانيه، فهمت؟ مع الاسبوار كيما توا حمزه رفيعه في اليوم، فهمتك اي فهمتك. فهمت؟ دوزيام اكيب، دوزيام اكيب اي مش ميلان الاولى، كنت صغير انا ولعب معناها لعبت ماتش مع تبركه، وبعد وبعد ماتش جهدك بركه عليه انت تطلع ولا ما تطلعش. صحيح، ومن بعد نجم تمشي تمشي غادي معناها اي معناها تلعب تكون ما تلعبش كلموك حاجه. معناها اما انا نتصور وقتها حتى كان مشيت نتصور شو غلط، خاطر مازلت صغير، مازلت مانيش ماتور وقت، فهمت؟ اي اما تكون تقعد الميلان. بيان سور بيان سور، انا وقتها كي قال الميلان حتى وقتها كتب العام يحكي معايا شو اسمه كتب العام القديم زين العابدين زين الوثلاثين. العابدين الوسلاتي، يقول لي يا حدادي معناها راهو انت مستقبل الكلوب، ما تنجمش تمشي توا كل شيء، وانا نقول له راهو زين العابدين راهو راهي الميلان راهي كيفاش، يقول لي الكلوب نحبه برشا، هو ذاك معناها انسان كان مشيت كان مشيت وقتها تتبدل كاريرك عند درجة عمر ممكن اي ممكن، خاطر انا من النوع اللي ما نسلمش حتى كان ما لعبتش مش باش نقيس ونروح ولا لا. الكوميم حتى من الجون بتاع الميلان تمشي ليكيب حتى اقل تلعب سينيور معناها. صحيح تنجم من مين غادي ممكن تمشي لجنوة، ممكن تمشي ما نعرفش سامبدوريا، تمشي لجمعيات هكاك. هو شنو الفرق بين نحن والجوانب تاع الاوروب؟ تو مثلا كي تمشي للاوروب جوار صغير يلعب مثلا متكون في اليوم، ومن بعد يمشي لانجي يمشي صحيح من وقتها يبرز، فهمت؟ اسهل معناها اسهل 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 برشا، مش كيما تخرج من تونس باش تمشي للاوروب، من الافريق للاوروب، مش كيما انت ديجا في الاوروب تتكون في الاوروب وتطلع، فهمت؟ وتاخذ شانس والاوروب يعرف ويستناو، فهمت؟ مش دونك فوزي وسامه بدله كان الجوش. اي فوزي فوزي بن زرتي هو اللي الحقيقه معناها انا من احسن الانترنيرات اللي راني، هو براتيكمون بدل لي حياتي، فهمت؟ خاطر وقت البريود هذيك زاد ما نلعبش انا، هو جاي لعبني ديريكت. ما ندمتش عليه شونجمون تاع من الاكس للجوش، هاي. انا الحقيقه قبل كنت نحلم نحب نلعب في الاكس الحقيقه، حبيت لحبذت وكان جيت كارير نتاعي كاكسيال، خاطر نعرف اللي كان جيت اكسيال مش نقول بعيد برشا على الجوش، نصور انا في البوست هذيك ننجح اكثر من نجحت فيه كاير جوش، لكن الحمد لله فرحان معناه باللي عطيته في كارير جوش. اما كان مورفولوجي نتاعك وسام مش شفت تمشي على جوش خير من اكسيال ولا ايه؟ اي تجب خاطر توا بار اكزومبل الير جوش واكسيال جوش شنو الفرق؟ انه الاكسيال اذا عنده فيتيس ينجم يلعب على اليسار، اذا تبدا مع مكشلون لازم تلعب، خاطر على الكوتي ديما تتطلب فيتيس وانديرونس، لازمك تكون انديرونس تنجم لازمك تشد 90 واكثر، فهمت؟ اكسيال اقل دهك. اما نتصور مع العمر بعد قداش من عام عاش في الثلاثينات نتصور ترجع غادي انت ولا ان شاء الله انا ماذا بيا وكان معناه نكمل كاريري في اللاكس، هذيك حاجه معناها بالحقيقه. اسمعني قالوا لي تقلد فوزي بالكدا. نقلد فوزي نحبه برشا، اما قبل فما ديما فاز يقولها لي انا ما دينا ديما كي ندي دوبلي ندي دوبلي عليني نجري عليني ديما نزق عليني، يا اخي مره يهبل علي في الانترينمون عمل لي كيف يا عدادي مش كترا كل حوتك هكا تدخل وتخرج تدخل وتخرج، والله ماشي منهم مره حطني في اللاكس وهي حطني في اللاكس وقتها ما عندناش اكسلات ونترناو ويعمل كيس درا شكون سانتر السلطان يعمل هكا شق وحطها حتى بالبلا بي بي جيني يجري تعرف من السنتر يقدم في الزفاره يقدم نقطه قال لي نقطك يشق راسه تقصهولو ساقيه تقلع حملو ركيبو طير هملو ما يشقش
ويحب يحب يحب ال... يحب الديفونسور ال... الحار اللي يخافوا منه. اما ليكيب ناسيونال مشات شمال. ليكيب ناسيونال مش كيما الكلوب، خاطر الكلوب عنده الوقت، ياخذ الوقت يهزهم يعمل البريباراسيون تاعو على كيفه. ليكيب ناسيونال لا، ما عندكش وقت. ليكيب ناسيونال يجيوك جواريت في جمعه لازمك تحضرهم، اربع ايام لازمك تحضرهم الماتش. صعيبه ليكيب ناسيونال، مش سهله. وكل صراحه وسهله. الملاعبيه خاصه اللي عايشين برا، صحيح ما قبلوش التونفيرمون تاعو. ليه جاتهم غريبه؟ خاطر ما يعرفوش، خاطر في التونفيرمون ما فماش في الاوروب واحد كيما كيما سيفوسي. الحقيقه ما فماش في العالم، ما فماش. نحن نعرفوه. انا هو كي جينا حكيت للولاد الكل معناها اللي يلعبوا البرنا، قلت لهم راهو ما تتفاجئش، خاطر هذاك كاركتيرو هو، فهمتني؟ معناها عادي يدخل، نحن ربحين نبداو اربعه، عادي يدخل يراو يدخل، فهمتني؟ يضرب الباب زي طيب، فهمتك؟ يرهم ويبدا ينكش في شعره ويكسر المرايات، عادي نورمال على الاخر.